وهدفه مطلوب الإسلام الأمن، وأيضا مفهوم الإيمان الأمن. قال الله تعالى في القرآن في حوالة إبراهيم عليه السلام، إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. مسألتين هو يذكر في الكلمات الدعائية، الأول الأمن، ثانيا المعيشة. ولهذه النقطتين الباكستان مملكة ومملكة البحرين ضروريا التعاون في الأمن، التعاون في المعيشة، هذه النقطتين أساس لكل المسائل، لحل كل المسائل في الدول، في العالم. الجدال من أهل المغرب وقواي العالمية لإيش؟ للتسلط بالجبروت على السياسة والمعيشة والاقتصادية. وهذه الجدال جار في المشرق الوسطى في الخليج لهذه المقاصد، تسلط على سياستنا، تسلط بالجبروت على معيشتنا، وتسلط بالجبروت على دفاعنا. لكن هذا التسلط هو يحصل بالجدال باسم الإرهاب. لكن فيصل الإسلام لا ينبغي الإرهاب، الإسلام يمنع الإرهاب، الإسلام مطلوب من الإسلام الاسترداد عن الإرهاب.